Now we are all, يعني ك HR community, we are always concerned about development. وhow to measure return on investment عن على ال development زي ما هشام كان بيقول. فاحنا ابتدينا بكونسبت انه اوكي احنا عايزين كل امبلوي في الشركه يبقى داخل عارف هو ايه التراك اللي المفروض يمشي فيه وهيتحرك ازاي وايه النكست ستيب وكل الحاجات دي. دي حاجات يعني حته الكلاس روم تريننجز ما كانتش هي ذا واي, يعني ما صعب قوي تماجر ريتيرن اون انفستمنت جاست باي كلاس روم تريننجز.